بعد عقدين من إطلاق مخطط للتنمية الفلاحية، رصدت له ميزانية تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، لا تزال الجزائر اليوم غير قادرة على تعقب مسار إنتاجها الزراعي ولا على تسويق إنتاج قطاع يشغل نسبة كبيرة من النشاطات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن ضمان اكتفائها الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. عندها إمكانيات، نعطيك مثلا الطماطم تكون عندها إمكانيات باش ننجو ويكون عندنا فايض، للأسف الفايض هذا ما درناش تخطيط باش نديروا مصانع التحويل، والفايض تاعنا غالبا ما يروح للإتلاف. نفس الشيء للبطاطا، نفس الشيء للحوم البيضاء. الاستثمار الفلاحي أداة للتنمية الفلاحية والزراعة الغذائية، شعار جديد أتت به حكومة جراد للإعلان عن استراتيجية للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. في السياسة الأخيرة هذه، البرنامج تاع 2020-2024، طرقوا لهذا الجانب، يعني كيفية تدعيم تطوير الجانب تاع التحويل، وللأسف يعني في الميدان ما شفناش، لأن هناك ما تجنى كميات ما شاء الله، ولكن مصانع التحويل غائبة. بين مخطط التنمية ومخطط الاستثمار الفلاحي زمن ضاق فيه الجزائريون مرارة النذرة في المواد الغذائية وكذا غلائها، لتبقى مشاريع الحكومات المتعاقبة أفكار تنتظر التجسيد على أرض الواقع.